شعار السينما دايما يا دنيا ما بدالك ما شفتش غير جمالك. والسينما المصرية زي النور يا ما جذبت كتير من فراشات الجمال، ليلى فوزي، داليدا، زبيدة ثروت، مريم فخر الدين، إنجي عبد الله، هبة السيسي، منهم اللي كمل ونوروا شاشات السينما لسنين طويلة، منهم اللي جربها مرة واحدة من باب الفضول وانتهت علاقتهم بيها عند شباك التذاكر. الجميلة إنجي عبد الله، الحقيقة إنه أنا لازم يعني أبتدي أشكرها، يعني في بداية الكلام أشكرك جدا، لأنه لما طلبتها ولأن بينا معزة شخصية جات لي من اليابان، فأنا يعني الحقيقة بشكرك جدا إنه قد كده اهتميتي إنك تشرفينا وتنورينا. إنجي أنت كنت سنة كامل ميس إيجيبت؟ 99. سنة 99. هذه الجميلة كانت ميس إيجيبت سنة 99، فقولي لي القرار ده خدتيه إزاي؟ الأول أحب أشكرك جدا إن أنا معك النهاردة، أنا طول الوقت متابعة البرنامج وبيسعدني بجد، لأن هو بيحسسني بمصر وبحس إن أنا قاعدة في البيت جوه بيتي في مصر. والله جدا بموت فيه ودايما بتابعه على يوتيوب، لأن طبعا أوقات عرضه في فرق حوالي 7 ساعات، فدايما متابعة الحلقات على يوتيوب. فبصراحة أنا مبسوطة ومتشرفة جدا أنا معك النهاردة. نبي أختشنش في كوكب اليابان ده، حلو قوي كوكب اليابان ده. العيشة هناك جميلة طبعا، ومنظمة زي ما احنا بنسمع كده، منظمة في يعني في أمان، في نظام، في أمن، يعني في حاجات كتيرة قوي يمكن بتخلي نفسيتك مستريحة. ما انتش قلقانة، يعني بتعوض عليكي الغربة أو ان انت مش عايشة وسط أصحابك وأهلك، فده بيعوض شوية ان انت بتحسي انك بتكتشفي بلد جديدة. وفي نفس الوقت ما فيش قلق، لان انا جوزي بيشتغل فانا طول الوقت عندي وقت فراغ، فبنزل الشارع وبحتك بناس. فلا، احساس الامان عالي قوي هناك بصراحة. طب اتعلمتي ياباني؟ بكلمات بسيطة اللي هو اريجاتو جوزايمس سيماسي اوناجايشيماس الشيك، شكرا. اريجاتو جوزايمس يعني ازيكم ولا سامعكم؟ لازم نعمل كده. التانية ايه؟ كومبانوا، مساء الخير. سيماسي اوناجاي شيماس اوكايكي شيماس، ممكن الحساب لو سمحت. يعني اتعلمت اللي هيفيدني اللي هيمشيني. طب انت يعني في عارفه مثلا الناس اللي متجاليه المصريه في اليابان ولا؟ يعني لما بيبقى في مقابله حاجه رسميه بيدعوا فيها الدبلوماسيين طبعا بقابل ناس وبسلم عليهم، بس ده بيبقى قليل قوي يعني ما بس شفت ناس كتيره من العراق ومن الاردن ولبنان، ببقى سعيده جدا طبعا. طب تعالي بقى رجعينا، ايه اللي خلاكي خدتي قرار سنه 99 انك تتقدمي لميس ايجيبت؟ انا كنت بعمل اعلانات وكنت معروفه شويه في الاعلانات، فكنت جوه الوسط الفني بس مجال الدعايه والاعلان يعني مش الدراما او السينما. وبعدين كانوا بيعملوا ميس ايجيبت وقالوا لي انت شكلك مصري قدمي، وفعلا قدمت، وبعد رحت وعملت الابلكيشن وكل حاجه، بعدين اكتشفوا ان انا 17 سنه، ده كانت 98. رحت وقدمت السنه اللي بعديها، ماليش حظ يعني كان في السنه دي، فروحت قدمت. ماما شجعتني طبعا، اوقات كنت ببقى قلقانه، طب انا هخسر، طب انا وانا دايما انسانه متردده شويه بالذات في الحاجات اللي قررت الحاسمه دي، فكنت قلقانه. بس الحمد لله يعني حظي ونصيبي ان تتاجل سنه واكون في سنه اللي هكسب فيها. ورحت بقى السنه اللي بعدها ميس يونيفرس؟ رحت في نفس السنه تقريبا. بعديها بكام شهر رحت ميس يونيفرس، طبعا دنيا تانية خالص. يعني كنا 86 دوله، يعني منهم دول حتى انا ما كنتش ساعتها اسمع عنها، وكنت كانت في ترينيداد اند توباجو في الكاريبيان، فكنت ساعتها 18 سنه ومطلوب مني ان اسافر من مصر، ودي حوالي اخذت يومين سفر لوحدي من هنا لندن وابات يوم، واروح امريكا وابات يوم، وبعد كده بورتريكو، وبعد كده ترينيداد، يعني كانت لفه فظيعه، فاكسبيرينس كانت فادتني قوي في حياتي. Angie Abdallah is studying mass communications and wants to own a satellite cable network. Her dream is to create a TV or radio program promoting peace throughout the world. She's also been a model and has organized a blood drive at her university. That's Egypt. لكن انت في الميس يونيفرس زي ما بتقولي استفدتي حاجات كتير قوي وكده، اصعب حاجه حصلت لك في الوقت ده كان ايه في ميس يونيفرس لما رحتي بره؟
لا مفيش حاجة صعبة حصلت خالص، يعني حتى أنا كنت قلقانة من فكرة إن أنا مسافرة لوحدي في السن ده، ويمكن كانت دي أول مرة في حياتي أسافر، فكانت مسؤولية، بس كل ما كنت ببقى خايفة كل ما كنت ببقى أقوى. بس هي فتحت عقلي على حاجات كتير، إن إحنا مش لوحدنا، الدنيا دي مليانة ناس، طفلة الدنيا دي فيها ناس كتير، الحياة مش مصر، الحياة دي دنيا كبيرة. وكنت فاكرة نفسي طويلة، طلعت من القصيرين، دي كانت بالنسبة لي راح بقى أنا طويلة بقى 173، ألاقي بقى إن لما بيجوا تصوروا الصورة البنات كلها بيحطوني تحت كده مع القصيرين، فدي كانت بالنسبة لي مفاجأة. طيب وبعدين ما حصلش بقى حاجة في ميس يونيفرس؟ لا ما بس خدت ال 26 من 86، وده كان بالنسبه لي حاجه كويسه مصر يعني طبعا. جاي مين اللي خدتها سنتها؟ بوتسوانا، كانت بنت سمراء. الله. وكانت السنه اللي قبليها برضو كانت من ترينيداد اند توباجو، عشان كده اتعملت المسابقه هناك. هناك هي هو في علاقه بين البلد اللي بتتعمل فيها الميس يونيفرس بيبقى ليها الاولويه. من الكسبانه السنه اللي فاتت. نفسي نجيبها عندنا النبي يا رب. طيب بعد ما خلصتي الميس يونيفرس ورجعتي الى ان التقيتي مثلا بيوسف منصور عشان تعملي فيلم بدر، السنه دي عملتي فيها ايه بقى؟ انت راجعه انت اوريدي نجمه اعلانات تقريبا، وما عملتيش بقى كليبات او حاجه، يعني ايه اللي حصل وانت راجعه مصر؟ انا ما لحقتش، انا سافرت بعديها بكام شهر، كنت بستعد للمسابقه بره، وبعديها رجعت برضو شهرين ثلاثه قابلت يوسف منصور وحضرنا للفيلم. يمكن السنه اللي بعد ما رجعت خلاص، انا اي بنت بتكسب بيبقى ليها عقد احتكار مع الشركه، ما ينفعش تشتغلي بره الشركه خلاص. انا ما بقتش موديل انا اختار وانقي ايه مناسب او المجال اللي هي مفتوح، لا بيختاروا لي هم. فما جاتليش حاجه هم شايفين ان هي مناسبه، لا عايزين حاجه اطلع ميس ايجيبت، وكان ساعتها لسه برضو ما فيش كم القنوات دي، ف يعني ما كانش الفرص كانت اقل بصراحه. ف يعني كانت من المسابقه للفيلم تقريبا اولموست حوالي سنه. علشان اقعد يبقى من غير قيود، اروح فين، اكل فين، انا اللي اعمل البرنامج. البرنامج ده عشان ترتيبات امنيه. انتوا مش بتقولوا ان مصر امن وامان؟ خلاص تعملوا ترتيباتكم حسب اللي انا عايزاه، وانا النهارده عايزه اتعشى عني. النهارده؟ النهارده. بعد الفيلم انا اهملت بصراحه. ايه بقى ما كملتيش؟ جاتلك عروض؟ يعني ما اعرفش، زي ما بحس ان ميس ايجيبت كانت من احلى الحاجات اللي حصلت في حياتي، بس هي برضو الى حد ما يعني مش هقول ضرتني، بس حطتني في حته ان انا لازم اختار ودقق. ما فيش حته بقى ان انت هتطلعي السلم من اوله. يعني حتى دلوقتي لما كنت قبل ما اسافر حاولت اعمل ده، لا ما لا مشهوره او لو نجمه صف اول، ولا مش معروفه فتقدري تبداي صغيره وتوصلي للي انت عايزاه. فهي كان حطتني في حته ان انا لازم اختار. الاسباب البعد، انت بعدتي شويه وابتديتي تعملي مسلسلات برضو على فترات متقطعه جدا. بس يمكن اخر كام سنه قبل ما اتجوز عملت شويه، بس ما كنتش مبسوطه، يعني كنت بعمل حاجه عشان اكون متواجده، من لان انا ما كنتش بختفي، انا دايما بستنى الحاجه اللي تشدني او احس ان انا مبسوطه وانا رايحه اعملها. مفيش، ما بتجيليش حاجه بتشدني كده ليا، دايما الحاجات اللي بتجيلي بحس انها مش مؤثره قوي في السياق الدرامي، او لو اتشالت فده كان بيضايقني. بس ده عشان انا اختفيت، وهي مش اختفيت، هو الفيلم اتعمل واتعرض في السينما فتره واتشال، يمكن ما اتشافش قوي ساعتها. ما متوفقش. بعديها يمكن بخمس سنين او اربع سنين بدا يتعرض على الفضائيات، بدات فضائيات كتيره تفتح، وبقى بيتعرض تقريبا يعني كل يوم تقريبا كتير. فبدات اتعرف واتشهر، فاللي هو من هنا اللي ابتدوا يقولوا الله يا كانت ميس يونيفرس ميس ايجيبت ومش عارفه فساعتها بقى اللي هو الناس بدات تعرفني. فكنت بعدت شويه فتره بكمل دراستي، لان انا كسبت كنت في سنه اولى جامعه، فركزت بقى في الدراسه وسقطت سنه، فقلت لا انا هركز شويه في الدراسه كفايه بقى. وكنت تعبانه يعني من وانا 15 سنه بتصوير كل يوم كل يوم، وميس ايجيبت وسفر والفيلم، حسيت ان انا عايزه استريح. لما رجعت بقى فوقت لنفسي وكبرت شويه وبدات اركز، ما جاليش بصراحه الحاجه اللي تحسسني ان تستاهلني او انا هقدر ادي فيها. امال الكليبات اللي عملتيها كانت في انهي فتره؟ لا كل ده قبل ميس ايجيبت. قبل ميس ايجيبت؟ مع حكيم ومع حميد الشاعري؟ كل ده قبل ميس ايجيبت. كان ايه؟ كان مع حميد الشاعري كان ايه؟ كنا في جره، كنت طالعه بنت بدويه.
كانت اغنيه حلوه قوي. الله الله كنا بجره ولعنا لبره. الله الله كنا بجره ولعنا لبره. طال العمر وعد تحمود الجاي واللي مضى يصير مكان صغير ويلعب بالمضى. قال العمر وعد تحدود الجاي اللي مضى كيف يصير مكان صغير ويلعب بالمضى. اليوم صار ملكون بالقمر بيكون. اليوم صار ملكون بالقمر بيكون. تسألني علي اللون. وحكيم كانت ايه؟ خطوة ونص. هي كانت بيني وبينك خطوة ونص. صورها متأخر قوي. صورها تقريبا بعد حوالي 4 سنين من الألبوم. عشان كده طيب لما كنت راجع من ميس يونيفرس وزي ما انتوا كلكم اللي بيروحوا او اللي بيطلعوا ميس ايجيبت بيروحوا هناك انه بيبقى عندهم احلام وامنيات عايزين لما يجوا متحملين بمسؤوليه ان هم مثلوا مصر انهم يحققوها. كانت ايه اللي في دماغك في الحته دي؟ يعني يسالوهم تقولي انا عايزه ارجع اخد بالي من السياحه في بلدي واعمل دعايه مش عارفه ايه، التانيه تقول لك عايزه اعمل توعيه اجتماعيه. يعني انت كان ايه الدور اللي متخيله انك هتلعبيه ما ترجعي؟ انا اوريدي اشتغلت حاجات كتيره في البيئه وتوعيه اطفال المدارس للاهتمام بالبيئه بالذات البيئه الساحليه البحر والحاجات دي. واهتميت شويه بالايتام بس حسيت ان انا بعمل مجهود لوحدي محدش بيساعدني. يعني بقيت بقى مش بعملها. يعني الاول كنت بعملها اذا ميس ايجيبت طبعا انا في حاجات بتتعمل ما بتتقالش. بس ساعتها حسيت ان انا وما كانش فيه برضو الشهره قوي فيش القنوات ما فيش التغطيه ما فيش كل ده. فما كانش حد بيساعدني كانت كلها مجهود ذاتي بصراحه. مش عارفه اقول لك تعملي ايه لو انا بقول لك انه انت دلوقتي احلى وارفع. فهل ما بتفكريش دلوقتي انك ولا اليابان واخداكي وزواجك؟ لا بالعكس بالعكس. انا من ساعه ما اتجوزت واحنا متفقين ان انا لو جالي شغل وهو بالعكس نفسه ان انا احقق اللي انا عايزاه وان انا انجح في المجال اللي انا بحبه. بس عشان انا انزل بقى من يعني الفتره اللي فاتت كنت بقبل حاجات مش راضيه بيها قوي. بس عشان اسيب بيتي بقى دلوقتي وانزل 3-4 شهور. مخلفتيش انجا؟ خلفتي؟ عندي ظروف. لا عندي ظروف هتمنعني دلوقتي يعني بس الحمد لله. الحمد لله. فما فيش حاجه يعني هو مش ممانع خالص بالعكس. انا عندي وقت فاضي مضايقني. اي نعم بكتشف البلد بس لحد امتى؟ انا بقالي سنه تقريبا خلصتها. متفقين ان انا لو جات لي حاجه حسيت انها هتستاهل ان انا انزل واسيب بيتي هم ما عندوش اي مانع. وطبعا انا اتمنى يعني. يا اختي اعملي لنا اي شغل في الكوميونتي المصري هناك كده وراسليني.
طبعا يا ريت والله, والله نعمل شغل مع الكوميونتي المصري اللي في اليابان ونلتقي معاهم, ومن خلال صاحبة السعادة ممكن طبعاً. نعمل حاجة مع بعض عشان علاقتنا مع اليابان, واحنا يعني فاتحين بيعشقوا حاجة اسمها مصر. كل الجيل اللي من 50 سنة كلهم جم مصر. يمكن دلوقتي الظروف بيقلقوا, بس أنا ما شفتش حد من 50 عنده 50 سنة أو أواخر الأربعينات كلهم زاروا مصر. يا سلام, إحنا كان تقريبا في الثمانينات والتسعينات كانت السياحة الأولى عندنا كانت اليابان رقم واحد. طب ما تعرفيش يا اختي تعمل لنا شويه دعايه هناك كده, خلي السياح يجي الى هيستوريك. طبعا يا ريت نشغل شويه. ما اعرفش في قلق, وانا طول الوقت طبعا بقعد والله البلد امان. امن من اي حته في الدنيا, واي حاجه بتحصل دي معرض انها تحصل في اي مكان. حتى عندكم انتوا لسه كان عندكم حادثه, انتوا فاكرين عايشين طول ما فيش الكلام ده. احنا عايشين, وايام الاحداث يمكن بتظهر لكم على الشاشه ان البلد متدمره, احنا بننزل وبنتقابل وبنخرج, مفيش اي حاجه امان. بس يعني لوحدي اكيد مش هعمل. طب تعالي نعمل حاجات مع بعض. يا ريت يا ريت راسليني ونعمل حاجات, وممكن نعمل حاجات سكايبات ومع اليابانيين ومع البتاع يا ريت. بيعشقوا حاجه, بيعشقوا الاثار, وبيعشقوا يعني كل حاجه. الاقصر اسوان, الاقصر اسوان, الاقصر دي اقعدوا لهم ده دلوقتي بقى شرم الشيخ والغردقه, وتعالوا مش هتلاقوا, لانها كمان مصر فرصه. انا لما دلوقتي بسافر بلاد جنب اليابان فرصه طبعا, لما بنيجي نتفسح فلبين كوريا, بحس قد ايه مصر دي عظيمه وقد ايه جميله, سواء بناسها او بالمناظر الطبيعيه. بس لا 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 لا, ما بدل ما انت قاعده, ما دام انت قاعده فاضيه كده والله العظيم نشتغل مع بعض. وعجباني القصه الياباني اللي انت عاملاها. ما اعرفش تقريبا, انا يعني شعري كان عادي, طول ما انا ماشيه شايفه قصه قصه, فجاه صحيت من النوم رحت كوافرت وعايزه قصه يعني. تقريبا من عشر الام بقى. عشان كده والله بقول لك يعني ما شاء الله صغرتي وحلويتي ورفعتي, ومتهيألي الفرص عمرها ما بتخلص يعني. ما بتخلص, وانا دايما بقول تمثيل, انا بعشق حاجه اسمها التمثيل. فبقول التمثيل بالذات ملوش سن. طبعا طبعا ملوش سن وملوش وقت, والفرصة ممكن تيجي بعد 10 سنين, ممكن تيجي بعد سنة. مش لا لا لا, احنا هنبقى على اتصال مع بعض. يا ريت. ويمكن أنا ممكن أصور لكم حاجات. راجعة على طول؟ لا, أنا راجعة كمان 4-5 أيام. استغلتها فرصة بقى, قلت أقعد أشوف أصحابي. أجي معاكي؟ يا ريت يا ريت. والله العظيم نفسي يعني. يا ريت تعملوا حلقة هناك. طيب بصي بقى, حاجة أعمل الحلقة إن شاء الله. سلمي على المصريين اللي هناك طبعاً. سلمي على اليابانيين, وبجد خلينا نترسل علشان احتمال نعمل حاجات جميله مع بعض. يا ريت يا ريت يا ريت. نورتيني يا جميله. انا مبسوطه جدا ان انا شفتك النهارده, وان انا في مصر, وبجد وحشتوني قوي. انجوي يور ستاي, ان شاء الله تقضي وقت جميل. وانت كمان وحشتينا, ومش هتوحشينا تاني عشان هنبقى على اتصال على طول ببعض ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي. ميرسي يا قمر.